فيديو جديد. سمحوا لي غبرش عليكم هذه، لكن راه موجود لكم الفيديو الدراري. اليوم ندير لكم كيفاش ديروا بطاقه ديال فيفا. اول حاجه كتدخلوا انصاليو التطبيق هذا الموجود في الموبايل، كتدخل بلاي ستور كتكتب فيفا كارت بحال هذه، كتكتبها التطبيق هذا الاول هذا الرابع هذاك انصالي. انا ديجا انصالي كتبرك على هاد العلامة ديال الزائد، كتكتب البطاقة ديالك هنايا. بتبدل الدولة كتبرك عليها، كتنزل تنا ديال المغرب، نزل 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 مروكو. لبي تغير الريتينغ ديالك، بحال انا بندير يا السميه هي هذيك تبارك على هنا اختي عبد الرحمن احمان عبد الرحمن حاجه كنت نبي شي جرا شحال يكون عندك الباك الحين انا بغيت شوت ندير 90 الباس سويت 90 دريبلينغ 99 الديفونس 99 99 التصوير اللي بدير ديال البيضاء تبارك عليها بحال هكا. انا مختار التصوير بحال هكا، ما عنديش التصوير شي، خلينا ندير شي صورة من هادو، خلينا ندير هادو ويو بحال هكا. ولكن لا الا بركشي عليها هكا، هادي اللي بغيتي تصور دابا وديرها، ولا قالوا لي اللي بغيتي تجبدها من عندك من تصور. ها هي بحال انا درت هادي، بتبدل الشكل ديال التصويره تبارك على درير جولد هذيك هنا لتحت. تقلب 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 فاش كت بحال انا بغيتها توتي بحال هكا زرقاء، انا بغيتها شوف انا بغيتها بحال هكا صافي. وكتبرك على داون لوند هادي، تبارك على انا قد شحال من وحده يلا بيسا